السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نحط هنا صورة على الواجهة بتاعة المبنى بتاعي. اجي مكان انسيرت واقول له ديكيل بيز ديكيل، او اقول له ديكيل تايب عشان اختار صورة من الصور اللي عندي. ما فيش ولا صورة عندي، هقول له ايه كرييت نيو ديكيل وده اي اسم، وابدا هنا اختار الصورة واختار الخصائص بتاعتها. أبدأ أختار أي صورة وليكن الصورة ديت، تمام. وتشوف لو أنت عايز تختار باترن أو عايز تختار لون معين أو عايز تختار الشفافية بتاعته قد إيه، قول له أوكي وأبدأ أحط صورة مطرح ما أنا عايز. مثلا هنا بيظهر عندي مربع فاضي بدون أي تفاصيل خالص، بس هتبدأ تظهر في الريندر. يعني لما أقول له اعمل لي ريندر من أبريشيا اللي هنا دوت، اقول له اعمل لي ريندر، هتبدا اثناء الريندر تظهر الصوره بتاع اللي انا لسه حاططها دلوقتي. طبعا اقدر اتحكم في الماس بتاعها زي ما انا عايز. هياخد وقت بس شويه عشان يعمل ريندر. زي ما انت شايف الصورة بدأت تظهر، يمكن الجودة قليلة عشان انا مختار درافت. لو اخترت بيست هتبقى الجودة اعلى بكتير، بس هياخد وقت في الريندر.